تتوالى التجمعات والمؤتمرات الداعمة لمرشح تحالف العزم مبدر محمد دبعون العزاوي من قبل قبيلة العزة بمحافظة صلاح الدين، وقد أعلنت عشيرة البوجابر بشيوخها ووجهائها دعمه، مؤكدين إيمانهم المطلق بمشروعه السياسي ضمن العزم الذي يترأسه المهندس مثنى عبد الصمد السامرائي. قد بيّن الحضور المواقف النبيلة والشجاعة التي قدمها العزاوي من خلال منصبه في مركز القرار بالمحافظة، موضحين أن دعمه يأتي يقينا بأن مواصلة عمله سيضيف للمحافظة المزيد من الرؤى المستقبلية التي تنهض بعموم مدن صلاح الدين. الفخر والسرور أن أقف اليوم أمام عشيرة من العشائر المهمة من عشائر العزة التي عبرت عن أصالتها ورفضت أن تكون تابعة لمن لا قيمة له، اعتادت على أنه تكون رافعة راية التوحيد بين أبناء العزة. موقف مشرف، موقف يسجل الأبناء عشيرة البجابل وعلى رأسهم الشيخ حسين العلي الحميد. فخر واعتزاز أنه يكون حضورنا بهالشكل وحضور عشيرة البجابل هالشكل لمساندة الأستاذ مبدر، وإحنا صار تقريبا أسبوع أو عشرة أيام نشوف حضور عفوي لكل أفخاذ عشيرة العزة، عفوي وتلقائي، يوميا يجددون التفافهم ومساندتهم ومناصرتهم للأستاذ مبدر، وهذا الشيء ما جاء من فراغ. اعتمدوا شنو هاي العالم التفاف اللي صار وهالمحبة للأستاذ مبدر. أولا تاريخيا أستاذ مبدر ينتمي إلى عائلة أصيلة عريقة مفتوحة أبوابها.